مرحبا مواليد برج الحمل، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 9 للأحد 15 أيلول سبتمبر؟ عندنا بهذا الأسبوع نوع من سلاسة نوعا ما بتمشي فيها الأجواء بشكل جيد، خاصة بمطلع الأسبوع نهايته كمان حلوة، فقط الخميس والجمعة في بعض الأبس والداونز يلي أنتو لازم تمشوا بالتفاصيل، يعني تظبطوا أوقاتكم حسب نوعية الوقت وهيك بتكونوا كلكم مرتاحين. يوم الاثنين 9 سبتمبر القمر موجود ببرج العقرب، صار له يومين برج العقرب، ويوم الاثنين القمر ببرج العقرب وبيبقى حتى الساعة 8:30 المساء توقيت بيروت، يعني ل 8 الصبح 3 بتوقيت سيدني. أما اللي بتابعني بالقارة الأمريكية من حوالي تقريبا منتصف النهار حسب الاثنين. إذا وجود القمر في برج العقرب هو تأثير جيد لا بأس به، بالعكس بيشغل شوي بيعطي قوة وانطلاقة الأسبوع كتير نشيطة ومهمة، منا سلبية بتاتا. لما بيروح القمر بيترك القمر برج العقرب بيروح لبرج القوس الصديق جدا لإلكم، اوكي؟ وبيبقى كل الثلاثة وكل يوم الأربعاء حتى فجر يوم الخميس، إذا في عنا بيسكلي تأثيرات كثير حلوة من وجود القمر في برج القوس لأنه مثلث مع برجكم، بيعطي دعم كثير حلو، أنتم بحاجة لهذا الدعم، خاصة لما بيكون في عندكم أشغال وأعمال وواجبات عم تشتغلوا عليها، فيكم تتكلوا على نوعية الحظ لأنه نوعية الوقت عفوا نوعية الوقت جيدة وفيها حظ وبتساعدكم تماما، إذا الاثنين مهم، ثلاثة والأربعة كتير مهمين ويمكن يكونوا أجمل وأقوى أيام هذا الأسبوع. الخميس والجمعة، الخميس 12 سبتمبر من الساعة فجرا، خلينا نقول كل نهار الخميس وكل نهار الجمعة القمر موجود ببرج الجدي اللي هو ترابي بشكل مثلث مع الشمس الموجودة ببرج العذراء. هذا المثلث عم بحكي عنه بيعطي ثبات لإلكم، بيعطي كمية كبيرة من الانشغالات من الواجبات من المسؤوليات تنشغلوا فيها بتهتموا فيها تتعبوا فيها لكنها مفيدة لإلكم وتعود ب هيك الطمأنينة نوعا ما بالكم بيرتاح لأنه بتكونوا شلتوا من دربكم كم مهم من المسؤوليات. إذا الجو ضاغط شوي بسبب كثرة العمل، إن كان ست البيت إن كان اللي عم بيشتغل إن كانت رايحة على الشغل إن كان بالبيت اللي عم بيدور على شغل اللي عم بينقل اللي عم بيشغل حاله، إذا في شوية ضغوط متعبة نتفي لكن مش بالضرورة أبدا تكون سلبية. السبت 14 أيلول والأحد 15 أيلول سبتمبر القمر موجود ببرج الدلو يلي هو بيسكلي صديق لإلكم، هذا الجو جو صديق أجواء هوائية كتير حلوة بتساعدكم. السبت تحديدا القمر رح بيكون ببرج الدلو من الساعة 11 صباحا توقيت بيروت، هون يلي عم بيتابعني من القارة من أستراليا بده ياخد هالشي بعين الاعتبار لأنه القمر بيكون 11 بالليل ليوصل لبرج الدلو، أوكي؟ ليوصل لبرج الدلو 11 بالليل السبت قبله بيكون بالجدي، اذا خدوا هالشيء بعين الاعتبار. نحن انا دائما عم بحكي على اساس بيروت وانتم حسب كل الوقت بتاخذوا هالشيء بعين الاعتبار. اذا السبت والاحد تاثيرات القمر من برج الدلو جيدة حلوة منعشة لإلكم إيجابية، بتعطي جو من الفرح وجو خفيف نظيف تقدروا تتسلوا فيه ويكون عندكم عطلة أسبوع حلوة، ورح يبقى القمر برج الدلو حتى الاثنين صباحا. من المواليد اللي لازم تنتبه شوي تكون منتبهة أكثر من غيرها 28 أدار مارس. تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل، باي باي.